يمكن الحقيقة نعرفه أنه أساليب الحرب كتيرة ومختلفة. بنسمع أن في أجيال مختلفة منها الجيل الأول والثاني والثالث والرابع. خلينا نقول أن المخدرات الحقيقة هي واحدة من أهم أدوات وأسلحة تدمير المجتمعات ومستقبلها. ولما نيجي نتكلم عن المستقبل فالأطفال والنشء والشباب هما اللي يمثلوا مستقبل أي مجتمع. عشان كده الشريحة دي تحديداً بتكون مستهدفة من هذا السلاح، سلاح المخدرات. طيب إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ وزارتي التربية والتعليم أو عفواً وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي أطلقوا برنامج الوقاية من المخدرات في المدارس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا البرنامج، من برنامج الوقاية من المخدرات في المدارس، من دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. نعرف منه إيه آليات تنفيذ هذه المبادرة أو هذا البرنامج. بنرحب بحضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في برنامج التاسعة. وإحنا بنتكلم عن هذا البرنامج، يعني الحقيقة مطلوب منكم مجهود كبير جدا، لأن إحنا بنتكلم تقريبا عن 6000 مدرسة تقريبا، طلاب في عمر يسهل استقطابهم. مساء الخير يا فندم، بشكر حضرتك على الاهتمام بالقضية. الحقيقة إن المبادرة دي من المبادرات الهامة جدا. يمكن المدرسة هي من أهم الأطراف الفاعلة في المواجهة، مواجهة مشكلة المخدرات، جنبا إلى جنب مع الأسرة ومع وسائل الإعلام. إحنا الفترة اللي فاتت كان عندنا جهد مهم جدا لإعداد وتدريب القيادات الشبابية التطوعية على أحدث أساليب الوقاية من المخدرات في المدارس. يمكن الشهر اللي فات إحنا دربنا ما يقرب من 1000 متطوع على مستوى الجمهورية على البرامج الحديثة للتوعية داخل المدارس. ويمكن احنا النهاردة كنا بنطلق هذا البرنامج يعني تحت رعاية وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وكان معنا 1000 شاب متطوع ممن تم تدريبهم على الوقاية من المخدرات داخل المدارس. حين كل متطوع هيبقى مسؤول عن التوعية داخل 6 مدارس خلال الفصل الدراسي القادم، علشان نصل إلى 6000 مدرسة خلال الفصل الدراسي القادم. طيب دكتور عمرو، قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعد دي خلال طبعا حديث حضرتك، برضو حابين نعرف منك يعني إيه شكل التدريب اللي تلقوه المتطوعين. ده احنا لسه لحد دلوقتي بنتكلم على فكرة المتطوعين، إيه التدريب وشكل التأهيل اللي هم تلقوه عشان يقدروا يتعاملوا مع 6 مدارس، ان كل فرد فيهم يخرج ل6 مدارس فيهم عدد طلاب ما شاء الله، يعني ايه شكل هذا التأهيل؟ اولا احنا يعني بنعتمد على الشباب، لان هم تأثير الشباب وضغط الاقران الايجابي بيكون مؤثر للغايه. هم الحقيقه معظمهم شباب جامعي وشباب خلص كمان يعني فتره التعليم الجامعي، فهو قريب الى حد ما من الشريحة المستهدفة. احنا الادوات التدريبية بتاعتنا احنا ما بنستخدمش ابدا اساليب مباشرة او اساليب محاضرات او سرد للمعلومات، لان الحقيقة دي ما بتجيبش اي تأثير. احنا عندنا يعني دربنا الشباب على حزمة من المهارات الحياتية اللي مهمة جدا لرفض المخدرات، كمان دربناهم على بعض النماذج الادبية والفنية والرياضية اللي احنا من خلالها نقدر نوصل الرسائل بطرق غير مباشرة وطريقة تكون تفاعلية جدا مع الطلبة. الحقيقة ان جنبا الى جنب مع هذا الجهد عندنا يعني مبادرة مهمة جدا لتطوير المناهج التعليمية وتضمينها رسائل حديثة جدا فيما يتعلق بالوقاية من المخدرات، خصوصا ان اخر تطوير حصل في المناهج كان في عام 2014 كان على قضية المخدرات. وطبعا الفترة دي من 2014 حتى الان في تغيرات كبيرة جدا حصلت على مشكلة المخدرات. تطوير المناهج طبعا هيضمن لنا استدامة الرسالة وتعميمها أيضا على مستوى كل أنحاء الجمهورية. مهم جدا إن احنا نقول إن هذه المبادرة، مبادرة الأنشطة الوقائية داخل 6000 مدرسة، هتخضع لتقييم علمي من جانب خبراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، علشان نقدر نعممها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في كل مدارس الجمهورية. طيب هايل يا فندم. طيب ده بالنسبة للمتطوعين وتلقيهم للتدريب اللازم. الشريحة المستهدفة هم إعدادي وثانوي، مظبوط؟ والحقيقة كمان عندنا فئة الابتدائي، ولكن بطرق يعني جذابة وبتتناسب معهم. الرسائل طبعا
بتبقى بتتناسب مع المرحلة العمرية، وفي نفس الوقت كمان يعني المرحلة الابتدائية احنا بنشتغل على مسرح عرائس وبعض الألعاب المرحلة الابتدائية دي مرحلة توعية يا فندم، ولا هل سبق وصادفت ان في حالة إدمان في ابتدائية؟ يعني احنا بنتكلم كوقاية، فطبعا الوقاية علشان تجيب أثر كويس كل ما نبتدي التوعية في سن مبكر، ولكن بطريقة بتتناسب مع هذه المرحلة العمرية كل ما بيكون التأثير أفضل بشكل كبير. طيب دكتور عمرو، احنا شايفين احنا يعني في وقت وفي عصر تقدم في كل شيء، والشباب معرض لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، وثقافات مختلفة وأفكار مجتمعية مختلفة تماما كل الاختلاف عننا، وبالتالي كمان المخدرات نفسها زي ما كل حاجة بتختلف وبتتقدم وبتتطور، نفس الكلام برضو في المخدرات. جانب مهم جدا أو جانب أساسي من أنه ممكن شاب يعني يدمن هو فكرة أنه يكون عنده مشكلة نفسية، مشكلة أسرية. مهما حاولنا أن احنا نطور مناهج أو مهما حاولنا أن احنا نوعي، تبقى المشكلة الأسرية أو النفسية اللي هو بيعاني منها. هل خلال البرنامج في برنامج نفسي، تعامل نفسي مع الشرائح المستهدفة إن كان المرحلة الثانوية أو مرحلة الإعدادية أو حتى الابتدائية؟ احنا طبعا عندنا آلية مهمة جدا للتعامل مع يعني الفئة اللي بتبقى أكثر عرضة للمشكلة، أو الفئة اللي عندها يعني عوامل خطورة، أو كمان الفئات اللي دخلت في مشاكل التعاطي. احنا هنا طبعا بنقدر احنا ننشر رقم الخط الساخن اللي هو 16023. ده الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. هو أولا بيقدم خدمات المشورة، وفي نفس الوقت يعني أي حالة وقعت في مشكلة التعاطي أو مشكلة الإدمان بنقدر احنا نتعامل معها من خلال 28 مركز علاجي منتشرين في أنحاء الجمهورية. فطبعا يعني الخط الساخن هو الآلية المهمة جدا، وده طبعا بيبقى برنامج منفصل عن البرنامج الوقائي داخل المدارس، ولكن مهم جدا ان احنا ننشر رقم الخط، وشبابنا كمان المتطوعين داخل المدارس بينشروا رقم الخط الساخن لتقديم المشوره او مسانده مريض الادمان، او حتى كمان اي حد يعني عنده عوامل خطوره اللي حضرتك ذكرتيها في سؤالك. طبعا احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وخليه مره ثانيه اكرر على حضراتكم رقم صندوق مكافحه وعلاج الادمان الرقم الساخن 16023.